نحن اليوم هنا كما كنا في العام الماضي وسنكررها إن شاء الله حتى نصل ويصل هذا الشعب لمبتغاه. نحن هنا لنتضامن مع عائلة الشهيد الرضيع سيد حسين سيد أحمد، ونبارك لهم مجددا كما باركنا لهم في العام الماضي وهذا العام وسنكررها. نبارك لكم هذه الكرامة التي أنلتونها من الله رب العالمين. نتضامن مع هذه العائلة دائما، مع جميع العوائل، ونقف في صفهم، نقف في صف المطالبين بحقوقهم، نقف في صف من قدموا فلذات أكبادهم من أجل هذا الشعب، من أجل حقوق عادلة. هذه العائلة قدمت هذا الرضيع وهي تطالب بحقها. أنا شخصيا زرتها في منزلها عند اعتقال، قدمت أيضا، ووالدة الشهيد قدمت نفسها كسجينة من أجل هذه المطالبة بالحقوق. فزرت منزلهم، وجدت للأسف الشديد بأن هذا المنزل لا يكون في دولة غنية بالنفط عاشت سنين تقدم هذا النفط، والآن لا نتكلم عن هذا الوقت وإنما نتكلم عن سنين من رخاء هذه البلد. عندما تقدم أي عائلة فلدت كبدها من أجل حقوق فيجب أن نقف معها. أنا شخصيا لا أستطيع أن أرفض وألبي أي دعوة للوقوف مع عائلة شهيد أو مع معتقلين، أفضلها على جميع الدعوات لأنها شيء كبير لهذا الوطن أن تقدم نفسك أو تقدم ابنك من أجل حقي وحق غيري. وجدد تضامني وتضامن مرصد الوحدة مع هذه العائلة، وتضامن جمعية الوحدة مع هذه العائلة، وتضامننا جميعا كنشطاء وحقوقيين وآباء الشهداء مع جميع من قدموا لأجل الوطن الكثير. شكرا لاطل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.